كما في الجزائر أعتقد أن طبعا تكون ناجحة، لأن احنا ما عندنا حتى خلفية وراء هذا الشيء. الخلفية الوحيدة اللي هو لم الشم تاع العرب، لأن في السنوات الأخيرة وقع تشرذم كبير ونزاعات بين العرب في بعضهم بعض إلى آخره، لأمور يعني ما هي خلافات معروفة. خلافات معروفة، احنا صحيح. إن شاء الله يلتقوا هنا كلهم أشقاء تاعنا وكلهم نحبوهم، ما عندناش في الخليج ولا في الشرق ولا في الغرب ولا ما يهمناش، احنا المهم الأسرة العربية تجتمع في الجزائر، والجزائر أولى بجمع الشمل وأولى بالوساطة حتى لو كانت فيه وساطة بالنسبة لحل بعض النزاعات.